أخواتي إخواني أعضاء الأغلبية، يأتي هذا اللقاء غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، والذي خصصه جلالته للقضية الوطنية لأنها رهان المستقبل كما كانت رهان الماضي والحاضر. هذا اللقاء يأتي كذلك ونحن كأغلبية ندخل في الثلث الأخير من الولاية الحكومية التشريعية، وهو ما يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تعهدنا بها في برنامجنا الحكومي النابع عن البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للأغلبية. بالنسبة للقضية الوحدة الترابية، كما جاء في تدخل سيد رئيس الحكومة الأخ محمد بن سعيد، لا يخفي عنكم ونحن نترقب صدور قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل، أن بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله قد حققت نجاحات كبيرة لدى الدول الشقيقة والصديقة ولدى شركاء الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي. اليوم وصلنا 20 دولة التي أكدت على دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، زيادة على الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة، من طرف إسبانيا، من طرف فرنسا، وكذلك من طرف العديد من الدول العربية والإفريقية التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة المغربيتين. والحمد لله وتحت القيادة الراشدة لجلالة الملك والإجماع الوطني المتماسك، يمكن القول اليوم بكل صراحة أن داعمين لقضية وحدتنا الترابية والحقوق المشروعة لبلادنا على الأقاليم الجنوبية للمملكة قد اتسعت وتقوت بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة منذ انطلاق هذا النزاع الإقليمي المنفعل. وبالطبع هذا تيجل أن هنالك العديد من القوى التي لا ترى بكيفية إيجابية هذا التطور الذي حصل، بل أكثر من ذلك أنها لا ترى التصور والتطور الذي يعترفها بلادنا كدولة صاعدة وكقوة إقليمية حقيقية في المنطقة. وهذا تجل أن العديد من الدول تريد أن تعرقل هذا التطور الذي يعترفها بلادنا، وكذلك القضية والتطور التي تعرفها القضية الوطنية. وهذا اللي جال أنه يمكن تسألوا واش هناك صدفة أم لا، أننا من جهة نشوفوا القرار ديال الاتحاد الأوروبي اللي هو في الواقع اللي تنشوفوه فديال ماشي ديال الاتحاد الأوروبي ولكن ديال المحكمة الأوروبية، اللي هو في الواقع تيردنا للثمانينات، لا من حيث المصطلحات لا من حيث التصورات، بل هي خارج السرب ديال التطور الدولي اللي تنعرفوه. ومن جهة أخرى تنشوفوا كذلك الاقتراح والأطروحة النكوصية اللي هي تعود بنا إلى نهاية الحرب الباردة، والذي تقدم بها ممثل الكاتب الأمين العام للأمم المتحدة، اللي هي تستهدف تقسيم الصحراء. وبالطبع هذا غير مسموع وغير مقبول ولا يمكننا بتاتا أن نتطرق إليه. وبالتالي فبفضل جلالة الملك حفظه الله والدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية والحزبية، أصبحت ترافع من أجل مغربية الصحراء قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية. ولذلك فنعتبر أنه في إطار الأغلبية البرلمانية علينا أولا أن نعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات إقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه. ومن جهة أخرى كذلك علينا أن نحدث آلية وطنية دبلوماسية بالنسبة للأحزاب السياسية، واللي تتهدف أساساً إلى التنسيق فيما بيننا وإلى استهداف هذه الدول لكي يكون هنالك تطور في موقفها، ولكي نبرهن للجميع أن الاستقرار ديال المنطقة فهو مرتبط بحل هذا النزاع المفتعل، وبأن هذا الحل كهنالك حل وحيد ألا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة، كما
قلنا سابقا فهذا اللقاء يندرج في إطار انتقال نحو السرعة القصوى لتفعيل البرنامج الحكومي. كما أكد على ذلك سيد رئيس الحكومة، كان أقدم سيد رئيس الحكومة أمام البرلمان أمامكم الحاصلة الجد المشرفة للحكومة في نفس الولاية. واليوم يمكننا نقول بأن هذه الحاصلة أبانت بأنه تحققت العديد من الإنجازات، وهنالك كذلك تحديات ينبغي أن نعمل من أجلها، وانطلقنا في مواجهتها خصوصا إشكالية البطالة وإشكالية التشغيل في بلادنا، ومشروع قانون المالية أتى بالعديد من التدابير في هذا الإطار زيادة على تدابير أخرى إن شاء الله ستواكب هذا التصور. لأن كما أكد على ذلك السيد رئيس الحكومة أن أولويات الأولويات بالنسبة لنا في النصف الثاني من الولاية وهو التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل. وفي الواقع سقف الانتظارات فهو مرتفع ويزداد ارتفاعا، والحكومة لا تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي أو غير مهتمة بمصير المواطنات والمواطنين. إحنا عايشين مع المواطنات والمواطنين، إحنا عارفين شنو هما الصعوبات التي تعاني منها المواطنات والمواطنين، وإحنا تنخدموا لصالح المواطنات والمواطنين في إطار هذه الأغلبية الحكومية. وبالتالي فبالطبع الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك حفظه الله لشعبه أصبحت واقعا ملموسا ومشروعا يتطور ويتقدم باستمرار. تم تعميم ديال الحماية الاجتماعية، واليوم غندوزو المرحلة الثانية السنة المقبلة، ألا وهي ما هو مرتبط بالتعويض عن فقدان الشغل وكذلك إصلاح ديال التقاعد. إذن هذا فهو نواصل عملنا في هذا الإطار. إصلاحات صعبة ولكن عندنا إرادة قوية بالعمل جميعا إن شاء الله باش يمكننا نحقوها على أرض الواقع. وسيد رئيس الحكومة وضع لنا خريطة الطريق باش إن شاء الله نوصلوا لهذه النتيجة. هنالك كذلك جالية المغرب للاستثمار لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، واليوم يمكننا نقول بأن الميثاق الاستثمار بدأ يعطي الثمار ديالو. هذه السنة وقع واحد ارتفاع مهم ديال الاستثمارات الخارجية. كذلك السيادة الوطنية وطموح الصنع بالمغرب كذلك يحتاج إلى كافة مبادرات والتدابير من أجل خلق فرص الشغل للشباب والنساء واستبدال الصادرات والواردات وتقوية السيادة الاقتصادية الوطنية. وفي علاقتها بالتشغيل نحن مقبلون كذلك على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية ومالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة ولكن كذلك في العالم القروي. ولا يمكن أن نقول بأن في قانون المالية فهنالك تدابير خاصة بالعالم القروي لخلق فرص الشغل داخل العالم القروي، لأن هي اللي تضرت كثير مع الجفاف بفقدان الشغل. وبالنسبة للقدرة الشرائية فاليوم هنالك العديد من التدابير التي تم اتخاذها. ونبغي نقول في هذا الإطار بأنه التصور اللي مشينا فيه هو مرتبط بثلاثة ديال الأبعاد. البعد الأول وهو العمل على ضبط الأسعار، وذلك تم رفع من صندوق المقاصة والدعم للعديد من المواد، تم اتخاذ العديد من التدابير باش أنه الأسعار تبقى في واحد المستويات لتبقى مقبولة. وخير دليل على ذلك وهو التراجع ديال التضخم اللي هو كان وصل إلى 7% واليوم وأكثر 20% بالنسبة للمواد الغذائية، واليوم هو هبط إلى 1.5%. فهذا إنجاز دارته الحكومة، ربحنا المعركة ديال التضخم. ثانيا وهو أنه العمل على تحسين الدخل، وفي هذا الإطار كما أكد على ذلك سيد رئيس الحكومة أنه أولا كانت زيادة في الأجور لا بالنسبة للموظفين ولا بالنسبة لرجال التعليم ونساء التعليم ولا بالنسبة للتعليم العالي ولا بالنسبة كذلك للأطباء والممرضين وقطاع العدل. فكل ذلك وقع واحد ارتفاع مهم، والشطر الثاني إن شاء الله غيكون في يناير المقبل. زيادة التخفيض من الضريبة على الدخل اللي هو غيهم كل المغاربة، حتى المتقاعدين غيستافدوا، لأن اللي عنده 6000 درهم ما يبقاش يخلص الضريبة على الدخل.
فهذا كذلك واحد التطور مهم مع التخفيض ديال الشطر الاخير من 38% الى 37% اللي غيعطي واحد القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين. هذا كذلك تيمشي في اطار ديال تحسين وتقويه القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين. وبالتالي اللي باغي نقول اليوم وهو اننا ربحنا المعركه الاولى ديال التضخم المستورد، واجهناه بالدعم وارتفاع ديال الدعم ديال صندوق المقاصه وحققنا تخفيض من ضريبه الدخل. واجهنا كذلك التضخم المتعلق بناتج عن الجفاف بالنسبه للخضروات، وشفتوا دار واحد الدعم خاص ديال الاسمده الازوتيه بالنسبه للطماطم، بالنسبه للبصل، بالنسبه للبطاطس. واليوم الثمن كان وصل الى 12 درهم 14 درهم، اليوم انخفض الى 6 درهم الكيلو فضل الدعم اللي دار وهذا العمل اللي دار من طرف الحكومه، وربحنا كذلك في هذا الاطار. واليوم الرهان الكبير اللي عندنا ان شاء الله وغنخدموا عليه جميع، وسيد رئيس الحكومه في المجلس الحكومي اكد على ذلك وزاد عوده اليوم بقوه، هي بالنسبه للحوم. بالنسبه للحوم تخصنا نربحوا واحد الرهان مهم، واحد المعركه قويه، وهذه المعركه فهي تتعلق بواحد الامر اللي هو دار واحد المجهود من طرف الحكومه، دار واحد الدعم كبير وشفناه في عيد الاضحى، ولكن النتائج ما كانتش في المستوى اللي كان مطلوب. وبالتالي الرهان اللي عندنا هنا اليوم في هذا الاطار وهو اننا نواجه بقوه ما نسميه بالتضخم اللي هو مبني على الجشع ديال بعض الفاعلين. اليوم تنسميوه لا غريدفلاسيون. اليوم كاين بعض الناس اللي تيغتنموا الفرصه ديال كاين واحد لان كاين نقص، نقص كاين لان كاين جفاف. اغتنموا الفرصه ديال هذا النقص باش انهم يزيدوا يضغطوا على السوق باش يزيدوا في الهوامش الربح ديالهم باش يتزاد في الاسعار ديال اللحوم، وحنا تناديو الثمن، المغاربه تناديو الثمن. وبالتالي كما اكد السيد رئيس الحكومه اليوم الهدف هو ان دار واحد المجهود جديد، وهذاك الدعم ديال 500 درهم ما بقاش، وهذا المجهود اللي جابت به الحكومه واللي اكد عليه السيد رئيس الحكومه شنو هو؟ وهو اننا من جهه غيكون الاستيراد، ومن جهه اخرى غنبني ونعاود نبني سلاسل الانتاج ديال اللحوم باش تبقى السياده الوطنيه. والهدف من ذلك بالطبع وهو اننا ويكون الدعم كذلك باش اننا ندعموا الكسابه ونضمنوا الاستمراريه، وفي نفس الوقت كذلك نواجهوا هاد الناس اللي هما سمحوا لي نقولها انهم عندهم تصرف غير وطني، وهذا غير مقبول في بلادنا في هذه الظروف الصعبه اللي تنواجهوها. ولذلك بحال اللي قال السيد رئيس الحكومه وبحال اللي قال الاخ مهدي بن سعيد، اللي مطلوب منا حنا كاغلبيه واللي مطلوب منا حنا جميعا كبرلمانيين كممثلين ديال الامه، وهو اولا نعرفوا بالعمل اللي قامت به هذه الحكومه، نعرفوا بالنتائج اللي حققناها، ونعرفوا كذلك بما سنقوم به لمواجهه التحديات. لان اليوم باش نكونوا واضحين راه كاين العديد من الناس اللي باغينا نفشلوا، وحنا غننجحوا جميعا ان شاء الله بالعمل ديالكم والتواصل ديالكم الدائم. نقطة ثانية اللي هي مهمة كذلك باش نمشيو فيها، وهو أننا غنطلبوا منكم كممثلين ديال الأمة في البرلمان أنكم أولا تابعوا معنا، تواكبوا معنا النتائج ديال الأعمال اللي تنقوموا بها في مجال الماء، في مجال الطاقة، في المجالات كلها، باش أنه في مجال السكن، باش نعرفوا ما هي النجاحات اللي تحققت، وما هي الامور اللي خصنا نزيدو نحسنو في الاداء ديالنا باش نحققو النتائج المرجوه. لان المشكل في الممارسه هو المشكل، اما التصورات راه مزيانه، الدعم راه كاين، العمل الحكومي راه كبير، اللي اساسي هو في الممارسه. اذا كانت بعض الاختلالات راه نتوما اللي غتعاونونا باش يمكننا نتجاوزوها. هذا هو الدور ديالنا جميعا، لان حنا كنا في فريق واحد، كان فريق واحد اللي عنده واحد المسؤوليه جسيمه أمام الله وأمام جلالة الملك وأمام الوطن وأمام المواطنات والمواطنين، أننا ننجحوا في هذه المهام ديالنا، وأن نجعلوا بلادنا فهي تزيد قوة، وأن باش يمكننا نواجهوا كل هذه الصعوبات وكل التحديات
اللي هي مطروحه في هذا الاطار. واللي بغى ناكد السيد رئيس الحكومه باننا في حزب استقلال فرحبنا منذ البدايه بانضمامنا في التحالف الحكومي، وتنسجلوا بارتياح الديناميه التي تؤطر العمل الحكومي والمستوى ديال التنسيق والانسجام مركزيا وترابيا مع مكونات الاغلبيه الحكوميه. وبغيت نشكر كل النواب البرلمانيين، كل المستشارين البرلمانيين، كل رؤساء الجهات، كل رؤساء الجماعات على هذا البعد، وبيناها في نفس الولايه كيفاش استطعنا جميع نبقاو موحدين، لان هذا اللي غيمكننا اننا ننجحوا جميعا. واخيرا بغيت ناكد باننا مستعدون للعمل جميعا في هذه الفتره، وبحال اللي اكد السيد رئيس الحكومه، في اطار انسجام تام. نهضروا بصراحه، تتقرب الانتخابات كل شيء تيجري. اليوم اللي بغينا وهو نجريو جميع باش اننا نجريو لصالح الوطن، لصالح المواطنات والمواطنين، وننجحوا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.